الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس تسأل ما معنى بعد؟ البعد حتى في أحد من المعلقين ذكر قال لماذا لا نقول بعد رباني، نقول قرب رباني. فهذه أبعاد وليس بعد بمعنى بعيد، لا، هذه أبعاد، أبعاد في الكون موجودة. أنت لأجلك، أنت الإنسان عنده الاختيار، لذلك ابتلي بهذا الكون. هل هو يعني السؤال الأولاني من ربك، وفي بعد مغادرة الدنيا من ربك؟ بين السؤالين أنت هنا من ربكم؟ قالوا ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ثم بعد المغادرة من هنا فرادى، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لا زوج، لا أخ، لا قريب، لا أب، لا أم، لا وظيفة، لا من رصيد، لا أي شيء، لا ملابس، جردوه من كل شيء، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة في الدنيا، من الولادة إلى الموت. فهنا يسأل من ربك؟ يعني أنت في هذه الحياة من كان يدبر شؤونك؟ أنا، فلان، الدولة، الأب، الأم، الأخ، الزوج، مو معناته ما تمشي في الأسباب، تمشي، لكن المربي هو الله، لي مربيني، مدبر شؤوني، الذي أعطى شيئا ما، صحة، مال، الذي أعطى الله، لكن بالسبب، علشان يبغى يشوف أنت تقول هو ولا تقول هذا. إذا صغرت هذا لا شيء بدون الله، صغرته ولا تتعلق به أبدا. التعلق ليش التصغير؟ التصغير بالمخ ممكن، كل واحد يقول لك إيه هذا الله على كل شيء قدير، وهذا عاجز لا يفعل شيء إلا بإذن الله، هذه ثقافة عقلية. لكن لما قلبك ينظر له أنه صغير، فمعناته القلب ماذا يفعل؟ لا يتعلق به، يحبه، لماذا أحبه؟ النفع ليس بيده، الضر ليس بيده، كل شيء ليس بيده، ما؟ الرزق بيد الله، هذه الشركة لا بيدها شيء. فالظاهر يبدو أنها تعطي وتشتغل، هذا هو البعد المادي، أنك تنظر للظاهر كما هو، هذا هو لا غير. وباللسان والثقافة العقلية تقول الله على كل شيء قدير، ولكن هذه على كل شيء قدير من هنا، هذا قادر من هنا، هذا يعطي من هنا. حقيقة هنا لازم أنت تنتبه لهذه الخدعة التي الشيطان يغرينا بها، يقول أنت متدين، الحمد لله أنا أفعل وأفعل 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 من أمور الدين، ولكن تفعل ألفاظ وحركات، أين المعبود في حياتك؟ هنا معبود ضعيف، وهنا قوي، هنا هذه الأشياء التي حولنا دخلت في القلب من الصغر، فأنت هنا تحارب هذا الباب، هو الطاغوت، تكفر بما هو غير الله، تعتقد أو يعتقد الناس أن فيه الضر والنفع والعز والذل. بقدر ابتعادك عن البعد المادي الذي يعتمد على الحواس الخمس لا غير، قلبيا لا لن ما لنا وما للعقل. شوف القلب، أظن كتبت شيئا هنا، ملاحظة لا أدري في هذه الورقة أو في غيرها، في غيرها، فعندك الروح، أظن في هنا وجدتها. طيب ندخل في موضوع يعني له علاقة بالبعد حتى نفهم. في الحس، الحس الحي، عندك نفس
حيوانية. عندك نفسين، يلا دخلنا ما نبغى ندخل في هذه الأشياء. عندك نفس حيوانية. حيوانية يعني إيش؟ يعني من الولادة الموت مرافقة لك في هذه الفترة. وعندك جسد من الولادة الموت فقط، لأن هذه الدنيا لها قوانينها، فلذلك لها جسدها ولها التابع الجسد الذي يعطي الجسد غذاؤه ويهتم فيه، له حدود. فإذا لازم نفس حيوانية. بعدين أنت مكون من أشياء ثانية، أنت أصلا لست من الولادة الموت، أنت خالد أبد، وقبل الولادة كنت موجود في عالم الذر وعالم الأمانة، كنت روح. خلق الله الأرواح قبل الأجساد 500 سنة، للتفهيم بس، ولا ما في ما في ما في زمان كان، بس حتى نفهم يعني أن الأرواح موجودة. نحن بلاش نقول أرواح، نحن موجودين من قبل خلق الأجساد أول مرة. الآن من آدم للآن كم ونحن روح موجودين، ننتظر متى يعني ولادتنا ومتى موتنا، فندخل في هذا الممر 100 سنة 60 70 سنة، وبعدين نغادر نرجع أرواح. فأنت الخالد الأبدي، وأنت الحيوان المولود من إلى، فعندك ذات عليا، ذات كبرى، أنت مكرم من الله، لست مؤقت، أنت مكرم. كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. أسجد لآدم للجسد؟ لا، مات آدم ومات أولاد له كثير. أسجده لأجل الإمكانيات اللي أعطاه، سويته ونفخت فيه من روحي. إذا فعلت هذا، إذا سويته ونفخت فيه فاسجدوا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إلى آخر القصة. فنحن نفهم أنت ذاتين، ذات أبدية وذات دنيوية لتحريك هذا الجسد، وجعل مع النفس الحيوانية عقل، عقل يسوي منطق يسوي كذا، يقول أيها النار تحرق، أيها إذا أنا أشتغلت تأتي فلوس. جربنا مرة مرتين ثلاثة فنسخنا هذا للأولاد، لازم تشتغل عشان تجيب فلوس، وفلوس هذه تفعل ماذا؟ تفعل تشتري أشياء. طيب هذه قوانين دنيوية لحياة الجسد. إذن عندك عقل وعندك نفس حيوانية مؤقتة تدير هذا الجسد حتى ينتهي، بعد ذلك ما لها دخل في الآخر، لكن أنت اللي تحاسب وتعذب. ولما يقول نفس عليكم أنفسكم وإلى آخره، المقصود بأنت الخالد الأبدي، ليس أنت الموجود مؤقت. فعندك أنت شغال في أبعاد، على كيفك، ترضى بهذا المكان اجلس. ممكن يصير في علماء في الذرة وعلماء في أي شيء، وهم في هذا البعد، هذه حياة الدنيا، نموت وخلاص. وكذلك في علماء دين وعباد وهم في هذا البعد. هذا ليس في أمة محمد، جميع الأمم، شوف بني إسرائيل وشوف غيرهم من الأمم. أنزل علينا مائدة نريد نأكل ونطمئن نفوسنا وإلى آخره. إن الله، ولما ابتعد عنهم ذهبوا عبدوا العجل. ففي صوت الله فيه، قالوا أيوة الله فيه، هو الله عبدنا. وبعدين يقولوا موسى تعال شوف لنا، شوف هذولا عندهم عبادة، نبغى شيء يمثل ربنا حتى نعبده. ففكر مادي قح لم يخرجوا منه مع سيدنا عيسى إلا القلة. فهذا بعد الأبعاد، هذه قديمة ولا تزال إلى قيام الساعة في أبعاد. أبعاد يعني لها قوانينها، تحكمها قوانين.
إذا أنت في هذا البعد فتحكمك القوانين، يجعل لهم يرزقهم من حيث لا تحتسب لا تأتيك، ما دمت في هذا البعد ولو عندك العلم العقلي وعندك الإيمان العقلي لا دخل لنا. أنت مؤمن بالغيب، أولا تؤمن بالغيب، تؤمن به يعني تقول أيوة صح حقيقي ولا ترى. إذا وصلت لهذه المرتبة طبعا تؤمن بالغيب، معناته لا تؤمن بهذا الشيء، هذه القوانين لا تؤمن بها، فتخرج من هذا البعد إلى بعد آخر. هذا البعد يرزقه من حيث لا يحتسب يحصل، لأنه دخل في البعد اللي هو الإيمان، بعد روحاني إذا ما هو مؤمن، بعد عادي خرج من البعد المادي وصار في هذا البعد فتمشي حياته كويس. ممكن يسوي له تأمل مدري إيش، المرض هذا يروح، ممكن يسوي أي حاجة تجي مشاكل عليه يروح في التأمل هذا يغيب، يغيب كلمة يغيب يعني إيش؟ يعني خرج من البعد، موجود جسده بين الناس فغاب، يعني راح في هذا المكان. لما يغيب الإنسان ماذا يحصل؟ أو يدخل في بعد ثاني، يصير جسده لا يتأثر بما يجري وقوانين البعد المادي. نضرب مثال، مثال مريض عنده كحة، صداع، زكام، عنده مرض خطير، أيا مرض كان، أليس إذا مريض مريض أليس إذا نام مريض عنده تعبان ويئن ويصيح ويصرخ ويقول ماذا، وأهله ينظرون إليه، خذ الدواء هذا خذ الدواء هذا، أود المستشفى أو أي شيء إلى آخره، إذا نام لا مرض صح ولا لا؟ نام. هو النوم، النوم بصفة عامة دخول في البعد، في بعد خارج من المادة. لا نقول رباني، رباني أنت تؤمن، تؤمن وإلا روحاني مشيك إلى الموت بس فقط، بعدين ليقولوا ما قالوا. آخر نسخة تحديث للجوال أنت تحب عشان يبعد الثغرات القديمة، آخر نسخة من الإسلام اللي هو دين الأنبياء كلهم وآدم منهم إلى آخر رجل، ودين كل الأنبياء وللعزم وغيرهم آخر نسخة، والمستنيرين الذين أخذوا من الأنبياء أو هم أنبياء سموهم مستنيرين ولا أفترات، آخر تحديث هو واحد، نظام، نظام الجوال نظام ويندوز هو واحد قديم، أقدم شيء في نظام الويندوز وأحدث شيء واحد، مصدقا لما بين يديه يقول هذاك النظام صح، بنزيد عليه ونشيل منه ونسهل علشان الإنسان يشتغل أسرع وأسهل. نفس الشيء الدين مصدقا لما بين يديه، يعني يقول هذاك كويس وحدثناه تحديث أبديت، فالأبديت حق جميع الاستنارات والمستنيرين والأفترات اللي يسمونهم أي أسماء تعطى أو الأنبياء كلهم، هو دين، هو آخر الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم. آخر تحديث، إذا تريد الحقيقة اذهب لي آخر تحديث، تقول لا أريد الجوال القديم هذا أمشي عليه، أمشي عليه، لكن ما في ميزات كثير وفي ثغرات، غير إلى خاتم الأنبياء إلى آخره. هذه معترضة هكذا لمن وصل عندنا من أي أحد آخر من أي جهة أخرى، فينام. نأخذ مثال ثاني، ويوجد فيديو عن النوم ونوم أهل الكهف. أهل الكهف جلسوا 309 سنين، أول قصتهم في بدايتها قال الله، هم قالوا إيش بداية الآية؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة، خرجوا من عند ابتعدوا يعني تحرك، ابتعدوا من قومهم وقالوا هذه العبادة ما هي كويسة وهذا غلط وليس صح حقيقة، ابتعدوا. لكن أين يذهبون؟ لا يعرفون أين يذهبون، يذهبون إلى الله، لكن أجسادهم فين ودوها من هذول الناس؟ يعذبون، لازم تؤمن بفلان ربك ولا عذاب.
ربنا آتنا من لدنك رحمة، من لدنك، خلاص نحن ما ندري من فين نروح، وهب لنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي وهب لنا من أمرنا رشدا. مهم. فهم ذهبوا 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 وكلبهم معهم. طيب، فربنا قال يعني ما أوحى عليهم سمعوا الصوت، هذا الكلام خلاص خلاص ربنا أصدر قرار، أأووا إلى الكهف. فهم ماشيين على ترتيب الله بدون يقصدون. مهم، ما نطول في هذا. دخلوا الكهف وقالوا نرتاح الآن، نختبي في هذا المكان، ننظر ماذا يحصل بعدين. نومة طولت، ربنا ضرب على آذانهم ويلا نوم 309. نبغى نوصل، نريد أن نصل إلى شيء، وهو بعد 309 سنين، 309 سنوات استيقظ واحد اثنين ثلاثة، قال احنا كم لنا هنا نمنا والله طولنا يوما أو بعض يوم. بس ليش؟ لأنهم لم يروا تغير في بعضهم من الزمن اللي هو 309 سنين. إنسان جالس قدامك وأنت مثله، وهو ينظر إليك وأنت تنظر إليه، تقول كم جلسنا، يعني كأنكم مثل ما أنتم. هم كانوا مثل ما هم، جلسوا يوما أو بعض يوم، وهم جلسوا 309 سنين، يعني النوم خارج الزمان، خارج المكان. هذا لا يعرفه كثير من الناس. 309 سنين ما أنكروا بعض، ما قال أنت شيبت، أنت تجاعيد، أنت ما في أي شيء، ولا حاجة للطعام ولا حاجة للشراب ولا مرض. النائم خلاص خرج من البعد ذاك، دخل في بعد آخر، هذا البعد السيء الذي فيه العقل شغال، هو المسيطر، أعطي القيادة لكل شيء، هو أصلا شغله بسيط، شغله للجسد، ليست عنده القيادة. نحن مع الزمن جعلنا القيادة له، فصار مهيمن في البعد المادي، لا يصدق بالأبعاد الأخرى. كيف يرزق من حيث لا يحتسب؟ كيف؟ الله قال، لكن هو يقول يعني هذا يمكن يجي مفسر طبعا موجود، وهو من أهل البعد هذا، يقول الأنبياء نحن بعيد عنهم، لسنا مثلهم. وربنا قال من يتق الله يجعل له مخرج، من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبين التقوى، منهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله لهم شروطهم. معناته المسألة يعني شيء آخر غير التمسك بالعبادات، هذا يعني عنده عبادات لكنه يفعل فاحشة ويرجع يتوب. من المتقين؟ أيها المتقين، ترزق من حيث لا يحتسب، أرزق من حيث لا يحتسب. إذن المسألة السر فين؟ السر هنا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا استغفروا ليس تلفظ باللسان وبالسبحة والعداد، هنا أغفر لي، سامحني، ظلمت نفسي، هنا يحزن، هنا يتأثر، ولو قالها مرة، هنا متأثر راجع نادم. والله يحب التواب الذي يتوب يرجع إليه، حتى لو أطاع رجع قال هذا لست أهلا له، أغفر لي سامحني، دائما رجع. طيب، فإذن دخلنا في إيش؟ البعد، معنى البعد. إذن تأتي هذه الأشياء إذا أنت خرجت من هذا المكان، إذا أنت كنت في تلك الأماكن اللي هو الإيمان، دخلت من المؤمنين تأتيك هذه الميزات. هناك تدعو وتقول أنا دعوت وما استجاب، أنت ما دعوت وهو جاهز، هو وعد ادعوني أستجب. إذن أنا ماذا، ما هو الدعاء؟ اسأل قل ما هو الدعاء، لا تقول أنا دعوت، لا عيب، لا يصح تقول أنا دعوت وما استجاب، الله قال ادعوني أستجب، أنت ما دعوت. لأن هذا الكلام للمؤمنين، أول شيء آمن.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا جئت للإيمان خرجت من البعد، هذا المقصد، خرجت من هذا البعد، تصدق تقول أيوة ممكن يرزق من حيث لا تحسب، الله يعطي يعني يفعل كذا ويفعل كل شيء، إبراهيم جعل النار برد والسلام، معناته المسألة البعد هذا ما هو مؤثر بنفسه ولا هو فعال بنفسه، ولكن لمن طيب؟ لمن خرج منه، خرج يعني مو ما عاش مع الناس وتجنب وصار يعبد لحاله، هذا في البعد المادي. ليس المقصد عباداته كثرتها، لا، المقصد الإيمان بالغيب، دخلت في الإيمان بالغيب، أنت دخلت في الغيب وكذبت المشاهدات، آمنت وكفرت، صدق عكس صدقت، كذبت وكفرت وصغرت المشاهدات والمرئيات وقوانينها كلها. فلذلك الناس الذين ما دخلوا في البعد الرباني وخرجوا من البعد المادي، تمام، أمراض قليل، وإذا مرض يتكلم مع المرض ويذهب فعلا، ولكن هذا كله مؤقت، لا يمشيهم بعد الموت إلا آخر أبديت، أبديت للاستنارات، أبديت للأنوار، أبديت لعلم الغيب، أبديت لعلم الحيوات الأخرى، الحياة الأبدية، أبديت حقيقتها، هذه الحقيقة الكاملة، أبديت للحقائق كلها، زادوا ناس، أخذوا من هنا ناس، فعلوا أي شيء، أنت في البراح لما تكون عندك أبديت، خلاص آخر إصدار إلى قيام الساعة. فأنت لما تدخل في هذا البعد، ها، تخرج من هذا البعد كأنك نمت، لا يمشي عليك المرض ولا يمشي عليك القلق الاضطراب، عمرك شفت نايم نايم وهو كان مريض في قلق اضطراب، وإذا ما نام هو مزعج، أزعج المرض شيء، يدوله حقنة تخدره، تخدره يعني إيش؟ تغيبوا عن مرضه، خدر تخدر تغيبوا عن الآلام، فغاب عن الآلام ارتاح ونام وشخر والمرض موجود لم يذهب، إذا انتهى التخدير رجعت الحالة. فالغيبة هي هكذا، الدخول في البعد هو هكذا، دخلت في البعد الروحاني أو الرباني على كيفك، تبغى للأبد اختصر الموضوع. وإذا رأيت ناس، لذلك نرى أناس يعني مبسوطين واللي يريدونه يحصل ويتمنى الحاجة تجيه ويفكر فيها تجد برزت قدامه، هذا كله بعد روحاني، ما وصلنا لبعد الرباني، أو ما يفكرون فيه أصلا، ما هم متجهين للرسول عليه السلام والرسل للأنبياء، متجهين لأناس آخرين وزودوا حطوا فيها التحديث، حصلوا هم لا يدرون ولا يصدقون، ومن كثر الغبار على هذا التحديث قالوا ممكن مو صح، نفض الغبار واعرف الحقائق. الصلاة يعني قرب من الله، دخول في البعد، غيبة، الله أكبر غيره أصغر، يعني كبرت الله دخلت في البعد، بس مع الترسبات ألف سنة وأكثر يبغى لك تمرين من جديد، تمرن، نتمرن على البعد شوي شوي، المستعجل لا يصل لشيء، مستعجل كيف أصلي بدون خشوع، بصليها كل الخمسة، وصليها العشرة مع النوافل مع التهجد وعد والضحى وهذه الأشياء والأوابين وذي، يلا كله لازم أصلي كذا، يتعب لا يصل. إذا خربانة من أول خليها أسبوعين ثلاثة، خليها امسك بس الخمس دقائق، ضبطها التي ذكرناها في الكورس الرباني، ضبطها 100%، لما تصير من الوضوء للسلام 100%، أنت لا شعوريا تجد نفسك يعني مثلا وصلت 50 ولا 40 لين وصلت 100،
كل ما يزيد هنا يزيد هناك، يزيد هناك بنسب بنسب. وبعض الصلوات مثلا الله أكبر خمس سنة ما تدري عنها، لا بأس امشي اضبط خمس دقائق، لو الأربع كلها غلط، لو الثلاث غلط، اثنين غلط، واحدة غلط، امشي امشي ضبط الخمسة، بعدين تنسحب عليهم كلهم، لا تشعر إلا والأمور كلها مضبوطة. ثم اختلط مع الناس، يدخل البعد الرباني في اختلاطك مع الناس في البعد المادي، ثم تصير رباني في كل محل وتعيش أنت كذا تؤثر في الناس، ينظرون لك كيف هذا أموره ميسرة، فسنيسره لليسرى، والآخر فسنيسره للعسرى. تتيسر معاه المشاكل على طول ميسرة، هو ربنا قال فسنيسره لليسرى، الله اللي يفعل. ليش؟ لأنه هو ما أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما توجه للبعد، يبقى في البعد هذاك ويريد الميزات، مثل اللي بواب حق الوزير ويريد مميزات مثل الوزير. كن وزير، كن مؤمن. فإذا عندنا للحياة الدنيا وفي البعد هذا عندنا حاجتين، العقل لا يسيطر، يقول لك هذا غلط، هذا كبير، هذا عظيم، يقول له لا، كله أصغر، الله أكبر. كل يوم تجي للصلاة الله أكبر أول كلمة، يعني ربنا يذكرك، يذكرك صغر صغر صغر، مو تكبر وتكبر، كبر الله أكبر، وهذا كبير لابد منه. لذلك الصلاة تدخل فيها الأشياء الكبيرة ويغيب الله، ليش؟ لا يريد شريك. صلي له ولا صلي لهم. فإذا عندك إيش؟ نفس حيوانية وعقل دنيوي، لا تجعلهم هما المسيطران عليك، ولا يوجد غير ذلك. هناك البعد، أحاسيس ومشاعر النفس الحيوانية، هذا حقي، هذا ملكي، هذا لي، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا. قبل 10 سنين مختلف، قبل 20 سنة مختلف، لما ولدت مختلف، ولما تغادر روح الجسد جثة مختلف، وبعد شهر شهرين ثلاثة هيكل، ليس أنت، لكن ما تربينا، هذا أنا، هذا أنا، هذا أنت، هذا هو، هذا الدكتور، هذا ليش. فعندك النفس والعقل الحيوانية والعقل المادي، لا تخلي مسيطر، لا تصدق ما يقول. إذن عندنا النفس لها أحاسيس ومشاعر مرتبطة بالعالم المادي فقط، هناك جوع، أكل، شرب، حقي، ملكي، شغالين. وعندك الذاتك الأبدية، هذه خدماتك، هذه خدمات أنت خليتهم رؤساء، وهذاك مسجون مقفل عليه، ذاتك الحقيقة الأبدية مسجون، لا تتكلم، خلك هناك. فنشوف اللي نايم، اللي نايم جسد موجود، نام، نامت النفس، نام العقل، النفس الشهوية، الشهوات الحيوانية نايمة 309 سنين نايمة. لا تقول أكل جعت، 309 سنوات بدون أكل، بسبب النوم خرجوا من الزمان، كأنهم جلسوا 24 ساعة، لما صحيوا حسوا بالجوع كأنه يوم واحد، لأنه مشيهم إلى الكهف، ها، وكلامهم وخوفهم من هؤلاء القوم وهاربين منهم، ها، في ما في أكل وما في، لكن مهتمين بحاجة، دخلوا الكهف تعبانين، ناموا، صحيوا، أول شيء جطر الأكل، جيعانين، هم فعلا جيعانين، لكن الصحوة هذه بعد 309 سنة ولا بعد ساعة ولا بعد ساعتين ولا بعد ليلة، سواء، كلها سواء، لا فرق، لو جلسوا 20,000 سنة يصحى
عزير ها 100 سنة كأنها يعني لحظة كم لبث يوم وبعض يوم قالوا لا 100 سنة فالنوم خارج الزمن والمكان الصلاة خارج الزمن والمكان القرآن خارج الزمن والمكان الدين جاء ليخرجك من الزمان والمكان الدين جاء كذا لكن احنا تعودنا على ايش سوي حركات سوي كذا سوي كذا صار لا فائدة من الدين مثل عادي عادي يعني الله أكبر الله أكبر خلينا في البعد وكتب ومؤلفات في ذاك البعد ربنا قال أول كلمة للرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك مو اقرأ موجود الكون تقرأ وترى أشياء جديدة وفي فيديو باسمه اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك مثل نبيك اقرأ تستطيع إن أحببت كل مرة نعرج فإذا في النوم تحس بعض الناس خلاص غاب العقل والمنطق المادي غاب والنفس الأكل شرب الشهوات غابت أريد البيت أريد العمارة أريد كذا أريد أحسن من هذا أريد أفضل من هذا نامت ونام الاثنين أنت صاحي الأبدي صاحي لذلك لا يهتم بالقوانين يطير تقول مرة أنا رأيت نفسي طرت من جبل إلى جبل لما ينوي أنا لو أروح هذاك الجبل تتحقق فورا كن فيكون تتحقق ويطير هنا يجي العقل كيف لا يمكن مستحيل صعب هناك لا يستطيع يتكلم ساكت نايم فلذلك أنت تتحرك كما تشاء وتفعل ما تشاء وبالموت يموت لما تدخل الجنة تفعل ما تشاء تتحرك كيف تشاء تأكل ما تشاء ما تشتهي نفسك حر أنت هنا حر اجعل الخدام خدام والسيد السيد سيد تنجح يجعل له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بجسده مع الناس بس السيد هو وهذا الخدامين فلذلك إذا قال له فصلوك الآن تهلك يقول لا مثل المرأة التي مات زوجها وهو يصرف عليها وعنده راتب كبير فجاءوا يقولون مسكينة الله يعينك الآن كيف تسوي قالت ذهب المرزوق وبقي الرازق في الزمن هذا لم ينقطع الدخل ليس من الدولة وليس من الشغل ولا شيء لم ينقطع الدخل كان يأتي إليها وهو زوجها حاضر صار يأتي إليها وزوجها ميت كيف شغل من وعد شغل من وعد لمن وثق به هنا بعد أنت في بعد مهيمن على ذلك البعد قوانينه لا تمشي عندك تمشي عند أتباعه لكن أنت ربنا قال لك يرزق منه وننزل المستشفى بفلوس ما عندك فلوس هنا أهل البعد ما يفكرون وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين هذا لهم فقط هذاك يقرأ لا يجد للمؤمنين اللي دخل في البعد وآمن بالله وآمن بالغيب هذا له لا يعني أكبر مشاكل القرن هذا الرزق والمرض الصحة والرزق احنا عندنا محلولة عند المؤمنين محلولة هذا إنسان مؤمن ومتقي وهو في المرض وهو يفعل ليس مؤمن ولا متقي أنت تنظر مؤمن متقي عقليا الله يريد تخرج من البعد لا تصدق قوانين أهل البعد صدق قوانين ربك ماذا قال لك
إذا دخلت في هذا البعد لنحيينه حياة طيبة. نعم أحسن من الحياة أفضل من العيش في البعد المادي. تنام لا أمراض ولا أي ولا شيخوخة. 309 سنين ما في شيخوخة ما في. أنت عمرك 60 سنة أصلاً، عمرك أنت 40 سنة. 20 حقت خارج البعد النوم مي محسوبة. 60 أنت 40. 40 في البعد، 20 10 20 مو في البعد. أنت عيش خارج البعد من الآن. الناس نيام، هذول نيام، الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. ناس آخرين الآن يموت من هذا البعد، لا يصدق قوانينه ولا يكفر به ويدخل في البعد الروحاني. شوف إيش يصير. أعمينا عن هذا شوف النار تنقلب بردا وسلاما. ليس وكرمات تدعو، الدعاء ليس لهم، هم يدعون ما في. تعال يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا أسألي إسلامكم، بالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. تعال للإيمان وخذ المواعيد. تريد المواعيد هناك يفتون براحتك. فإذا عندنا العقل الحسي المادي والنفس الحسية المادة، تنظر للأكل، تنظر للشرب، تنظر للعماير، تنظر هكذا، تنظر هكذا. خليها شغالة، ما نقول لا، لكن خليها على مستواها. يعني الطفل يقول لك اشتري لي هذه، أريد هذا، أخذ هذا، أريد النار أولع، أنت مهيمن عليه، قل له بعدين، اضحك عليه، ابتسم له، وخليه طفل، خليه صغير، أنت المكرم. فإذا ليش يطير في الحلم؟ لأنه هذا المنطقي راح. لماذا ما يريد يأخذ؟ أنت ذاتك إذا دخلت في الأحلام في النوم أي شيء تبغى تسويه هنا مكتف. من الذي كتفك؟ قوانين البعد المادي لا تنظر إليها تحصل. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أيكم يعني أي واحد يجي بعرش من هو؟ قال أنا آتيك به عفريت ومن أهل الكتاب، ممن عنده علم من الكتاب، عالم. شوف العالم الإيماني جاء بالعرش، أنت حرك لي كرسي. هذا العصر باختراعاته ما يستطيع حرك حركة واحدة في خلال، خلينا على مذهب الجني العفريت، ما يستطيع حركه في خلال ساعة ساعتين خمسة يوم سنة. فهنا مهيمن على المادة، أهله مهيمنون ولكنهم يريدون بس يسكتون حتى يعبرون للآخرة، وخلي هذولا مثل ما هم يتعلموا يتعلموا ما يتعلموا يتعلموا. أحدهم كذا يفلت منه هرجة يسويها، أنا أتيك به صارت. واحدة من الصحابيات جاء ابنها معها إلى المدينة ومات، خرجت هروبا من المشركين بابنها إلى رسول الله، خلته مع الرجال وهي مع النساء، فمات، غسلوا كفنوا، قال رسول الله تعالى، رسول الله جاء أعلمته أمه أخبرتوها؟ قالوا لا، قال أخبروها. جاءت لما سمعت ومسكته مع قدميه وقالت اللهم. شوف شوف ما في مستحيل، انظر. لو تلفظت أنت بهذا الكلام لواحد مريض قلت اللهم أن هذا عبدك اشفيه، ما يشفيه ما دمت في ذلك البعد. تقرأ القرآن كله ما هذه قال تحييه،
اللهم هذا ابني فررت من الكفار والمشركين فلا تشمتهم بي، يقولون خرجت من عندنا ومات ولدها. هي تبغى كذا. تحرك الولد وقام صلى مع الناس وراحت مع النساء، ثقة بالله ويقين قلبي هذا لا يسيطر، لا يقول مات خلاص انتهينا، وتبكي الآن يسخطون علي هناك ويشمتون بي ويقولون ها لأن اللات والعزة أصابتها ولا، وتبكي وتجلس محلها. لكن عند في البعد هذا ما في هذا الباب، ما في، ما في مستحيل، ما في صعب. فعندك هذا لما ينام كيف ينام؟ ينام تعطيه حجمه، هذا تعطيه حجمه، هذه تعطيه حجمها، البعد كله تعطيه حجمه. سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا، يعني ما فيش استثناء، ما في استثناء. فلما تعتبرها مسخرة وانت مكرم، انت الأبدي مكرم معزز، ها؟ وهذا مصغر، وهذه الدنيا كلها اللي أنا جالس فيها مصغرة ما فيها تعلقات لي أبدا إلا في ذيل القائمة. رأس القائمة الله ربي وآخرتي وأحبابي من المؤمنين. قال الله لنوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، أهلك هؤلاء الذين معك من المؤمنين، غير مؤمن ليس من أهلي. لما يكون تعلقك بهذه الطريقة أنت دخلت في هذا البعد، وربنا يضبطهم ما دام يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله تخشى عليهم. هذاك كان مشرك ليس مؤمن، نحن نتكلم عن المؤمنين. فإذا عندنا نفس وعقل حيواني تولوا القيادة، وعندنا إيش؟ ذاتك الأبدية والروح. خذوا هذه المعلومات، صدق أو لا تصدق، وتطبق فيها ولا ما تطبق. وفي أقوال أخرى يعني لهم يعني علومهم ولنا علومنا، ليس الواحد يبحث أنا لازم هذا صح وأمشي كذا وهذا غلط أترك، لا تسوي هكذا، افتح المجال، خلي هذا صح وهذا صح، في أبيض أصفر أخضر أسود أحمر، ألوان مو أسود أبيض. فأنت خذ العلم اللي ينشرح صدرك له وامشي فيه، اللي مشيك لربك امسك فيه من المعلومات من أي شيء. فعندك النفس الذاتية الأبدية، وعندك معاها الله قال نفخت فيه من روحي، هذه النفخة في كل الإنس، نفخت فيه من روحي. عندك إمكانيات هائلة، عندك إمكانيات هائلة قد تستعملها قلة على راحتك، مثل هذه المرأة إمكانيات هائلة استعملتها، دبت الحياة فيه بالله، مش هي يعني عاندت الله سوت، لا هي طلبت. وقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره، ما أقسم على الله قال يا ربي أسأل بالله عليك افعل بي كذا، لا، هذه الألفاظ هي قالت شمت لا تشمت بي الأعداء رده لي حيا، هذا قسم، قسم بالله، حب بينهم، قالت أنا أبغى هذا حي، أبغى يعيش، لا تشمت بي الأعداء، خطاب مع ربها. رسول الله موجود والصحابة موجودين ولا شيء، طوالي سوت شغله ومشيت. مرة في قرشية اتهموها بالسرقة وما في إثبات يثبت أنها ما سرقت، ما في إثبات، إثباتات كلها ضدها. فقالوا ماذا نفعل؟ نزهم رسول الله. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من هناك قال والله ما سرقت، ما عنده دليل، هو
ولا يعرف عنها الشيء، لا يعرف عنها الشيء. قال والله ما سرقت. أول ما خلص وأقسم على الله والله ما سرقت، مو يعني خبر إنه هي شفتها ذاك اليوم أو تلك الساعة التي حدثت فيها السرقة كانت في السوق، ما عنده دليل ولا شيء، كذا أدى الكلام بس معتمد على أن الله لا يجعل يعني هذه المرأة تسرق، يكشف هذا كله داخلي داخلي، والله ما تسرق وما سرقت. فخرج الدليل، صرخوا الناس ايش في ايش في، قالوا وجدنا المال هنا هنا هنا، فاعطوه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. هذا اقسم على الله، يلح يقول يلح يعني يكثر الهرج، يا ربي ابغى يا ربي ابغى يا ربي ابغى. هذا الطفل المزعج يفعل هكذا، ولكن الحاح يعني لما تدخل هذا البعد تعرف. فقال لهم مستحيل هذا يصير، تقطع يده لا، مستحيل هذا الولد يموت يسبب لي ضرر والناس يشمتون بي. شوف الدلع للمؤمنين، تبغى تتدلل مو في الحياة دي بس، في الآخرة. هنا ما يحبوا الدلع المؤمنين، ما يهتموا بهذه الأمور، كيف هذه كل ما فيها لا يعادل جناح بعوضة. درجات، في درجات. نحن لو عندنا سيرة الدعاء مثلا، لو جات يعني هذا إيش نكتة ولا إيش نسميها، لو قالوا الآن يلا غنيمة لنا احنا المسلمين، غنيمة، ما يحبوا الغنائم؟ ايش الغنيمة دي؟ كل اوروبا غنيمة لكم يا مسلمين، خلاص. جري اكابر الشيوخنا الشاليزيه المنازل العماير الفخمة على طول، واللي جنب الأنهار الجميلة، هو كل واحد يأخذ له مكان، يلا 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 يلا. وما شاء الله عندهم الدعاء مستجاب كمان. يجي واحد شيخ ثاني زي حكايتي، يشوف ما شاء الله هذا المكان استراتيجي، أخذه الشيخ سالم زيد وأنا اسمي عمر، قلت والله هذا مكان استراتيجي، اللهم يا ربي دمر هذا البيت وأنا يصير عندي قصر هناك. وراح هذا البيت تدمر، وهذا راح له بيت ثاني سواه وترك الشر ما يبغاه. جاء واحد ثاني قال الله هذا البيت حق عمر ممتاز، من انت؟ قال انا اسمي سين، ان شاء الله يدمر هذا ويصير عندي بيت، انا ابغى هذا المحل احسن. وكل واحد يدعي بالطريقه ذي، فكر مادي. فلذلك يجاب الدعاء هناك، جاب لأنه أفكار تعبانة. أول شيء عرف أن لك آخرة وجنة وعندك الأولويات هناك، وهنا فيه أشياء أبغاها، ما مشكلة، أبغى وظيفة، أريد كذا كذا مثلا، أطلب وأمشي مع العالم، وربنا شغال معاك غير عن العالم، يجعل لك مخرجا ويسر ويجعل له من أمره يسرا. واتقوا الله ويعلمكم الله في أشياء حركية، ولهؤلاء غير هؤلاء في مكان واحد يمشون، يمكن عيلة واحدة، هذا مؤمن وهذا مخذ البعد المادي، ويمكن هو أعلم من هذا، وهذا عند الله من المتقين، أمور ميسرة وهذاك في العبادات وأمور معكسة أو في الأعمال. لأنه أنا أقول عن الناس الذين في البعد المادي ما دخلوا الإيمان، ليس كل العباد، لا، في ناس في البعد ما تعرفهم، لكن غالب الناس البشرية في البعد المادي، قليل
قليل الذين خرجوا من البعد المادي، وأقل الذين دخلوا في البعد الرباني. ورغم السهولة الموجودة فيه والمميزات الكثيرة، لا أحد يلتفت له في تعتيم مقصود أو غير مقصود. تعتيم عن هذا الباب مرة، خليك هنا. طيب، فإذا نحن نروح للروح، روحنا اللي في إمكانيات والذات العليا، لازم نوم عشان نكون خارج الزمن المكان. ما يفيد النوم، يفيد الراحة وكل شيء. وربنا جعل وسل من سنة الله يخرجك من البعد الزمان والمكان ويدخلك في النوم حتى اليوم الثاني تنشط وتشتغل شحن شحن من ذلك البعد بدون اختيار منك. انت ما تبغى، لكن واحد ثاني يختار. الله أكبر. بعدين يصير الدخول البعد الرباني في حياته، بحيث أنه إذا جاء وقت يبغى يصلي أنت تشوفه زي هذاك السبب، قال الله أكبر ودخل بدون يغمض عيونه ويعاكس، بدون مجاهدات. هو أصلا في البعد. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني هو يذكر الله، لا يقول سبحان الله الحمد لله. ذكر الله موجود شغال، ويقول لك كم تريد كذا، خذ اهرج، اتصال على طول. دخل في البعد الرباني وهو معك داخل على طول. فلما يجي وقت الصلاة نور على نور أكثر. لما يقرأ القرآن أو يسمع القرآن يشحن ويجذبه أكثر. كان سيدنا عمر بن الخطاب مار في الطريق، وكان واحد في بيته ما شاء الله ما غايب في البعد الرباني مع ربه عن البعد المادي. إن عذاب ربك لواقع للكافرين. وقع عمر هناك يسمع في البيت واحد يقول إن عذاب ربك لواقع، شدته طاح في البعد على طول. طبعا مو كل واحد يشوف كذا، لا، بس هذه يعني قصة صارت. ولا أغلب الناس يسمع القرآن يغيب فيه أكثر، وماشي مع الناس يمكن يتكلم معك كذا وفي قرآن هناك الناس غافلة عنه، مثلا في مول حط قرآن مثلا مثلا. هو معه ومع هؤلاء تكلم أقرر، لكن هناك شغال. يستطيع الإنسان، يستطيع، عنده ميزة التردد بين المنازل كما يريد. يدخل في البعد الرباني، يدخل في البعد، أحاط بكل شيء علمه. يعني إيش؟ يعني ينظر للمريض أو ينظر للنجمة الفلانية، القوس أو الجدي أو الأبراج هذه كلها، يطالع مثلا يقولون هذا المكان العذراء. هو نظر شاف شيء، شاف أحاط بكل شيء علمه. الله أحاط بهذا علم، في ناس يتعلمون من الكتب، هو التقطه، شاف المريض التقط ماذا، أحاط الله بكل شيء علمه. ما في ردة فعل هذا مريض، هذا فاسق، هذا مجرم، هذا منظره كأنه يريد يقاتلني، هذا مدري إيش. براءة، هذا معنى دخل في الإيمان، دخل في عدم الأحكام. ما أكثر الأحكام عند الناس في هذا الزمان، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لأي خطأ، لأي ننظر في الشكل، في الشكل، في الشكل، لحية أو غطاء أو مدري إيش، هذا خرج. وربنا مدخلهم غصبا عنك في المتقين. من المتقين تجي تعريف المتقين شيء، هذا يمكن. إن الآية واضحة، إن الله لا يغفر أن يذر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لما أنظر لواحد في مذهبي مخالف للدين، ما هي ردة فعل؟ حكمت عليه؟ إذن ثلاثة اتجاهات من أصابعك عليك. أنت تزكي نفسك لما تقول هذا كذا، يعني أنا ما في شيء، أنا ممتاز. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وفي آية ثانية، إن
يعني ليس الحكم لأي إنسان، إن الحكم إلا لله فقط، هو يعرف هذا العابد يقصده أو لا، هذا العاصي زله أو أنه مفتر، يعرف الحكم لله. فلذلك المؤمن يتخلى عن الأحكام كلها نهائي. الذي تراه يحكم على الإنسان لأجل شكل، خرجه من الموضوع، خرجوا من المسألة أنه عالم ويتكلم كذا كمان، هذه أطم، الناس لا تعرف. بالعكس، هذا شيخ أي سؤال ما في كلمة لا أدري لا أعلم، عيب. لازم أنا أعلم كل حاجة، أعرف كل حاجة. فلذلك إن الحكم إلا لله. الآن صارت موضة يسألون الناس ما رأيك في الفلانيين، ما رأيك في ما لهم في حق في باطل في كل مكان، في كل إنسان على ظهر الأرض إلا رسول الله. أما دحين صالح قدامك هو 100% عنده بلاوي، لو تعلمون ما عندي أنا، ما حد تابع القناة قفلها نهائي، ولو تعلمون عن العلماء الآخرين الذين ها كلهم قفلهم، كل واحد عنده عيوب ومشاكل. رسول الله فقط، غيره هو اللي زكاه الله وقال إنك لعلى خلق، تكفي هذه. لكن ربنا زاد قال عظيم. فإذا عندك أربعة، نفس وعقل، نفس حيوانية مؤقتة، وعقل عقل حيواني مادي مؤقت على القوانين المادية، وعندك ذاتك الحقيقية الأبدية التي يحاسب عليها الله والتي يؤخذ على أعمالها، هي هو أنت الحقيقي، هذه موجودة على طول. وعندك إمكانيات معطى لك، هذه الإمكانيات اللي هي نفخت فيها من روحي، وما أعطى الحيوانات ولا مخلوقات أخرى إلا أنت، حتى الملائكة ما فيش. هذه الإمكانيات والنفس الحيوانية والعقل المادي على القوانين المادية، هذول الثلاثة بالموت مع السلامة. الأرضي يرجع للأرضي، الجسد مع النفس الحيوانية مع العقل انتهى خلاص، ما له شغل هناك، لا يصلح. النفس تقول أريد طعاما، أنا جوع، ما في جوع، 50,000 سنة ما في جوع، ما في عطش، ما في شهوات، ما في، إيش لها لزوم؟ والعقل كيف هذا الشمس قريبة منا ونحن لا نتأثر، ما له شغل، طاح وقع. هذا الثلاثة يبقى معك أنت الحقيقي التي دخلت هذه الأشياء من الولادة. الروح أيضا ذهبت إلى ربها، إلى بارئها، خلاص نفخت فيه من روحي انتهى. بقيت أنت الآن، هناك الجزاء على الحياة كيف عشت. من ربك، أول سؤال، ما دينك، بعد أو بعد، ديني الإسلام ليس مرتبة الإسلام، ديني الإسلام دين الأنبياء الذين في العالم الكبير هذا، أضرب بعصاك فانفلق البحر، هذول العالم. دخل في الكهف فقال يا رب كيف نحن نخرج، إن كنت عملت عمل موجود ولكن لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه، يعني الله في قلبه لله خالص ليس لشيء ثاني، ففرج عنهم. كثير القصص، غلام الأخدود، طيب كان راح في حاله، لا يرجع، لازم العالم هذا يسلم ويثبت إنه هذا ليس رب، يثبت العالم، خذوه ارموه في البحر وهو مقيد، دعا الله انقلب هذا وهو يمشي فوق الماء إلى أن وصل، وذلك أولئك غرقوا بقاربهم. ذهب الملك متقصد، أهرب،
ليس في خوف الحسي هذا اللي هي النفس الحسية. لما يكون واحد في البعد المادي منخمدة، صح أنا أريد هذه الشهوة الفلانية، أريد الطعام الفلاني، لكن أنا مسيطر. أيوة ولا لا، ما أريد، ما نأكل، أكلنا في الغداء خلاص يكفي. ليس كل ما مر بقالة وكل ما مر مكان يلا أكل 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 أكل، كمثل الطيور كمثل البقر يمشي والحيوانات تأكل 24 ساعة. الإنسان ليس كذا المكرم، هو مسيطر على هذه الشهوة. الحيوان ليس عنده سيطرة، قدم له طعام أي وقت حتى يموت يمكن من الأكل، ليس هناك سيطرة إلا القليل من الحيوانات، بعضها ليس عنده سيطرة. الذين يرعون الأغنام يعرفون هذا الشيء. فإذا هذا المؤمن شيء ثاني، خلاص خرج. لا مجاهدات للنفس، مجاهدات في يعني قوم ما نشغل فيهم ولا نجيب سيرتهم، في يجاهد النفس ويتعب، مسلم أو غير مسلم، في ناس يجاهدون النفس غير مسلمين حتى يعني يرتفع على الأرض ومثلا يفعل أشياء ظاهرية، مثل ما نقول نحن كرامات تحدث أشياء لهم حقيقية، لأنه غلب النفس، لكن هذا لا يفيد بعد الموت. إحنا ربنا أعطاك الدين يعطيك كل شيء في داخله، سهل لك، قال ادعوني بس، هنا أقرب إليك من حبل الوريد، قل يا رب على طول للمؤمن به بالأقرب من حبل الوريد، وكافر بالأبعد. نحن عكسنا، صرنا مؤمنين بتلك أشياء عظيمة وتفعل وتفعل وتفعل، هذا البعد أهله فيه. الكل أغلب أهل الأرض 8 مليار، يمكن ما في 7.5، ما في نص مليار الذي هو يعني خرج من هذا البعد. الأغلب ماشي، والإعلام شغال وكله شغال، خاصة في الزمن ده زادت الحالة لسحب الناس أكثر الماديات. ليش؟ هناك أناس يستفيدون ولا يستفيدوا من هذا الذي يخرج من هذا البعد، لا يستفيدوا منه شيئا أبدا، ليس في حاجة إلى ما لديهم مطلقا. ملك معي يا ربي أو معي إمكانياتي، مو مؤمن بربه مو مشكلة، من يريد ثواب الدنيا نؤته منها، تبغى الدنيا خذ، بس اسلكت أسبابها ممتاز، خرجت من البعد هنا في البعد هذا تفضل. هو ربنا أداك بدون طلب، أعطاك الموت، النوم، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاك يعني توفاك يعني أخذك من ذلك البعد، تفسير خاص. خرجت من ذلك البعد، توفى يعني مثلا نقول توفيت يعني كملت، وفاء يعني توفيت كملت هذا الشيء عندي، لقد توفيت حقي يعني أخذت كله. فأخذك الله ويرجعك، يأخذك ويرجعك عشان تتشحن. تصور واحد خارج من الدوام وأكل وتضارب مع ناس وتخاصم وجاء تعبان ما في نوم، يروح الصباح للدوام متعب مرهق زيادة على الرهق. ليش؟ لأن النوم يعطيك شحنة، ربنا خرجك من الزمان والمكان كأنك صليت، دخلت في البعد، جيت في الصباح تفتح عينك أين ذهب التعب. والمريض أول ما يصحى ينظر الأجهزة والأدواء حوله يقول آي أين آي، مدة 6 ساعات أو 4 نايم. فكر أنت عندك صداع، لما تنام راح، لما تصحى رجع، يمنعك من النوم مفروض. فهذه إشارات لك، إشارات، أخرج من الزمن والمكان. كيف أخرج؟ بالدين الحقيقي.
دينك الذي جاء به رسول الله هو نفسه لا شيء جديد. بتأمله بحياته كامل مكمل، بس خذوا بجدية، خذوا بحقيقة يخرجك من البعد. هو ربنا ما جاب لك هذه الأشياء إلا حتى يخرجك. يمنون عليك أن أسلموا، لا تمنوا علي إسلامكم، لا شيء. هذه المرتبة، مرتبة الإسلام. بالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان علشان تؤمنوا به وتكفروا بغيره. أنت مؤمن بغيره ومؤمن به، مؤمن به عقليا، مؤمن بغيره هنا، واحد فارقني ولا مال ذهب هنا غضب. ربنا سبحانه وتعالى يعني ينور بصيرتنا ويجمعنا بأحبابه أينما كانوا وحيثما كانوا، ولو اجتماع غير جسدي. الآن متيسرة بالجوالات بالكمبيوتر نجتمع مع المؤمنين، نبحث عنهم نجدهم نجتمع معهم، أو نجتمع بغيرهم موجود. اذهب، يعني هذه تعتبر كرامات قديما. يعني يقول يا ساري الجبل لما قال عمر الخطاب، الآن يا ساري الجبل موجود. تشوف واحد في بلد ثاني مباشر على الهواء، تشوف الأخبار، حريق سيارة مدري إيش. طبعا الأخبار السلبية هي اللي تظهر في الأجهزة، أخبار إيجابية تنتشر وتذهب ولا أحد يدري عنها أصلا. ولد مولود في كندا، ماذا؟ مش فيه مخلوق، خلقه الله، جاء للدنيا صنعة الله. كل يوم كم مولود؟ مصنع يصنع كرسي، 1000 كرسي. أوه شوف كيف يعمل الكرسي، شوف السيارات كيف صناعتها، كيف كذا. وربنا يصنع إنسان يتحرك لا أحد يلتفت. يعني مثلا طيور تطير، طيور لو جاءت طيارة حمراء صغيرة بحجم الطير، أوه طيارة، من صنعها؟ يابان. فلذلك الناس غفلت، نسأل الله يخرجنا من هذه الغفلة بشيء بسيط. إسلامك ارجع له بس بيقين وصدق وتجد الخير. نحن من كثر ما عمي علينا صرنا يعني نظن متدين ما في، وإذا متدين راح هناك يجد في قلبه ما في، يعني في ناقص شيء. أنت مخلوق لحاجة عظيمة، إيش هي الحاجة العظيمة؟ اعبد، ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدوا الله، فسروها هكذا، عبد يعني حب، عبد لفلان شيئين، إما خايف منه مرعوب ويقتلني هذا ما لنا شغل فيه، أو أنا مختار. لو قال لي روح قل لا عندك. العبادة بعد الحب ليس قبل. واحد يقول لوحدة أنا أعبدك، أو هي تقول له أنا أعبدك مثلا، منتشر الكلام ذا. بعد الحب تبيش يجي الواحد عمرها ما شافته في حياتها ولا ما تريده وتقول أنا أعبدك؟ لا، حبت واحد قالت أنا أعبدك لك، أو هو قال أنا أعبدك. أعبد بعد أحب، والحب هو المهيمن. في ناس يقولوا أنت تتكلم عن الحب، يوجد التوكل، يوجد الرجاء، يوجد الخوف، يوجد كل هذا، يوزنه الحب، يوزن الخوف. ليس خوف رعب وابتعاد، لا، خوف اقتراب بسبب الحب. إيش معنى خوف اقتراب؟ أنت تخاف من أبيك لكنك تلتصق فيه، لا تهرب لعائلة أخرى، تذهب إليه، لأن الحب موجود. فالخوف له معنى آخر. لما يجي الخوف هو المهيمن والحب تحت، يصير كيف ما تضبط ما تضبط ما تضبط، كل شيء في مكانه كويس. طبعا هذا كلام جديد، وأتمنى
كل كلام الإيمان جديد، أي إنسان يتكلم في الإيمان جديد، الإيمان الحقيقي وبالله والكفر بغير الله جديد، لا يقبله الناس إلا القلة. اللي من القلة؟ أنا كل مرة بختم وأقول يلا كلمة. القلة الذين منفتحين، أرواحهم منفتحة، يعني يسمع هذا الكلام أو صح غير المنطق يقول صح. فهو هذا البعد المادي هو هنا في البعد المادي، ليس متمكن منه جدا جدا في البعد المادي، لكن هنا أول ما يلمح يعني روحانية ولا شيء يقول أيوة ويرجع، يرجع للأخير، يرجع للنص، يرجع للربع، يطلع فوق، يرجع. فإذا بالتمارين التي عندنا يثبت من هنا إلى فوق، إلى فوق وتحت، لا يصل للبعد الرباني تحت البعد المادي، فوق وبعدين بجهده بتوسله التصاقه بربه، دائما يقول يا رب يا رب يا ربنا غضبت على فلان، غضب علي فلان، خفت أن أمشي من هذا الشارع لأجل أن في واحد شرير وأنا إنسان ضعيف مسكين بلاش هذا. فذهبت من مكان آخر، يا رب اغفر لي، سامحني، قويني، يا رب يا رب، ويهرب يهرب 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 يمكن سنة. بعدين واحد يوم يجد العزم يمشي ما يجد شيء، أحيانا شيء وهم، متوهم أنه هذا ممكن يؤذيني، متوهم، يمكن آذاك مرة وبعدين انت خفت، وهم يبقى للأبد، وربنا يمشيك بعدين يشد عزمك وتمر ما في شيء. يعني قصص كثير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.